السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ ومنصف. اليوم غادي نشارك معكم صوصون تيجيو زوينين بزاف ديال الطون. هاد العجينة راه سبق ليا رانا حطها في القناة، ولكن مع انا عزيزة عليا هاد الصوصون اللي كندير ديال هاد الوصفة، كيعجبوني بزاف، ما نكذبش عليكم، دائما كنديرهم وبغيت نعاود نشاركهم معاكم. ما غاديش نخليكم تقلبوا على الفيديو السابق، انا غادي نحطهم لكم، ولا بغيتهم راه غير تكتبوهم راه يطلعوا لكم ديال العام الاول ديال رمضان. كنديرهم في رمضان دائما هاد العجينه، وكنتمنى تعجبكم بحال كيف ما كتعجبني انا. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نعطيكم المقادير اللي كندير فيها، راه المقادير بساط. عندنا هنا كاس ونص ديال الماء بارد، الماء بارد. عندنا معلقه كبيره ديال الخل الابيض ولا الخل ديال التفاح، المهم الخل اللي عندكم. عندي هنايا انا كندير فيهم واحد المعلقه ديال السكر، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، كان هذه غير على حساب اللون. عندنا الملحه على حساب الذوق، وعندنا واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه، وعندنا 100 ميل ديال الزيت، كاس ديال العنبه ما عامرش هانتوما، يشوفوا الكاس فين واصل. صافي، عندنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض. دابا غادي نبداو على بركه الله. انا غادي ندير الزيت، الا بغيتو ديروا الزبده ديروها، الا بغيتو ديروا النص ديال الزيت و 50 ميل ديال الزيت وديروا 50 غرام ديال الزبده، راه ممكن ديروها. الا ما بغيتوش ديروا غير الزيت بحال كيف ما درت انا. غادي ندير كاس ونص ديال الماء، كاس هانتوما، نص كاس ديال الماء. غادي ندير الخل هانتوما، معلقه كبيره ديال الخل. غادي ندير واحد المعلقه ديال صغيره ديال السكر هانتوما، حيت هادي كافي ديروا معلقه صغيره. الملحه كنديرها على حساب الذوق هانتوما، الملحه راه نقدر نقص منها، ما كنبغيش الملحه بزاف، والحلاوه حتى هي راه كنقصها انا بزاف. ندير هاد الخماره، كنضربوا الماء وهاد العناصر كلها كتجانس لينا بعضها. ودابا انا غادي نبدا نغربل الدقيق. تدريجيا كنديروه كله، تيجيو عندي صحباتي كيعجبهم بزاف كنديرهم. والماء تديروا العبار مضبوط بحال ما هكايا، حيت كنخلطوا كلشي العناصر في السوبيره الاناء عاد نديروا الطحين.
كندلكوها شويه صافي، كنديروها في واحد البلاستيك غذائي تنخليوها وتنمشيو للحشوه كنوجدوها. ثم دابا انا غادي نحطها هنايا حيت انايا ديجا مسحه البلاصه فين كتخدموا تكون نقيه. انا طيحي غير شويه ديال الطحين ولكن انا تنقي البلاصه فين كنخدم. انتم بحال ما هكا انا كنبغي هادشي ديال العجائن تنبغي نشاركو معكم بيديا، ما كنبغيش نستعمل الماكينه. لا بغيتو تديروها في العجانه راه كديروها في الماكينه ديال العجينه. تتكون العجينه قابطه راسها العبار ديال الماء والزيت. بحالنا هكايا دابا غنديرها في الميكا ديال بلاستيك غذائي صافي. تتكون عندنا العجينه بحال ما هكا، انتما راه ما كتلصقش بزاف، انتما تتكون بحال ما هكا. كنديرو بحال ما هكا نخليها على جنب صافي. ودابا انا هي شويه درت في الفران هادو 4 ديال الفلفلات ودرت الثومه درت هاد الدنجال ها هو راه كله طاب. دابا غادي نديرو في واحد الميكا نخليه باش يعرق داك الصهد يرجع عليه ونقيهم ونقطعهم ونطلقهم. ودابا بعد ما خرجت العجين من الميكا هانتوما هي كندير ليه بحال ما هكايا. كندير واحد الشيطه الدقيق في سطح العمل. وعندنا هنايا هاد الحشوه هادي راه شويه الفلفله وريتها لكم. درت جوج ديال حكاك ديال الطون ودرت جوج بصلات كبارات مشلضين روسيتو درتهم روسولاري في المقله غير قليتهم. ودرت لهم شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت ودرت البزار ودرت التحميره ديك الحاره البابريكا حاره وصافي. هادو هما اللي درتو الثومه صافي والمعدنوس ودرت الزيتون الخضر قطعتو غير صغارين. وعندنا هنايا الشيدر عندنا الفرماج ديال الشيدر ها هويا نخليه على جنب. وهذه خليتها هنايا باش تبرد لينا ونخدم بها. والدنجال درتو غير طبيعي درتو غير شلاضه ديال الزعلوك مشويه صافي. هادو هما اللي درت. كنسرحوها مزيان كنسرحوها على واحد السمك اللي يكون رقيق ما تكونش غليظه.
بعد كتحسوا بها تلصق ولا شي حاجه راه كتهزوها وكديروا الدقيق. هانتوما راه ما كتلصق ما والو. دابا انا غادي نسرحها مزيان وغادي نطلقها باش غتشوفوا كيفاش غادي نقطعها. ودابا انا غنقطع بهذا القطاع هذا بحال ما هاك. بحال ما هكايا كنحيدو هاد العجين الزائد كنديرو النيت في البلاستيك اللي كان. دابا كنقاد هادو كنعقب نزيد فيهم واحد الشويه بحال ما هكا. الا عندكم شي قطاع يكون كبر من هذا كديروه، الا ما عندكمش كديروا بحال كيف ما كندير انا. ها نتوما كيجيو على هكا. نتوما بحال ما هكا المهم كتسرحوهم شويه على الجهد اللي غديرو انتم بحال ما هكا. حيت انا دابا راه نبدا نعمر فيهم تنعقب نزيد في الحجم ديالهم باش ما كيجيونيش غلاضين بزاف ويجيو كتجي ديك سميتها كتجي زوينه العجين ديالهم كيجي زوين بحال العجين المورق. انتم هما راه مسربين هاد العجين مسربين بعد ما كتديروا ليهم هكايا كتبداو الحشوه كتبداو تعمروا صافي. دابا انا غادي نعقد نسرح هاد العجين الاخر اللي باقي ليا وغادي نطلقاو باش غتشوفوا كيفاش غادي ودابا كنعقد نضربهم بحال ما هكايا. هانتوما يا كت هكا تيكونوا رقاقين تيكونوا على بحال ما هكا قد ما رققتوهم مزيان. كنهزوا الحشوه كنهزوا بحال ما هكا هي القدر ديالنا اللي غادي نديرو. انتوما تيكونوا عامرين كنهزو من الشيدر الفرماج كنجبدو هادي كنجيبوها لهنا
بغيتو ديروا الشكل اللي هانتوما دابا، بغيتو ديروا بحالنا هكا، بحال هكايا وكتديروا بالفرشيط. نعطيكم جوج شكل، بديروا هذا الشكل هذا، بحالنا هكا هانتوما، كتبركوا على العجينه باش ما تحلش ليكم العجينه كتسودا. بحال هكايا باش ما تحل ليكمش، باش ملي كتدخل الفران كتبقى شاده الفورمه ديالها. هانتوما بحال ما هكا، ثاني كنعقبو نسرحو ثاني هادو، كيجيو زوينين بزاف، انا كيعجبوني كنديرهم تنديرهم بزاف ديال المرات، هادو ماشي كنديرهم غير في رمضان، كنديرهم بزاف ديال المرات، كيجيوني زوينين بزاف. بحال كي جايين عندي صحاباتي خدامات معايا داكشي كنديرهم، كيجيو زوينين بزاف وكيعجبوهم، كيعجبو مغربيات كيعجبو طاليانيات كلشي. هانتوما بحال ما هكا، هاد الشكل الاخر تاني كندير ليهم بحال ما هكا، كتجرو كتبركو على هنايا كديرو بحال ما هكا، ما كتزيروش على الحشوه باش ما تقطعش ليكم العجينه، كتجروا العجينه بالتحتانيه والفوقانيه. هانتوما بحال ما هكا، كنتمنى تشوفوا بحال ما هكا. هانتوما بحال هكا، نعقب نعاود معاكم وحده اخرى. الا لويتو ضفرتوها بلا ما تقطعوها، تعقبو تقطعوها تضيعوا العجينه، كديروا لها غير بحال ما هكا يا صافي. هانتوما كتديروا تتبركوا عليه بحال ما هكا. هانتوما بحال هكا، ثاني كنمشي بنفس الطريقة،
هذاك نحلنا هكايا. هذه غادي نديرها معكم ديال دابا انا غادي نمشي بحال ما هكايا حتى نكمل وغادي نتلاقاو باش غتشوفوا كيفاش النهايه. نتوما بعد ما غادي نكمل ودابا بعد ما ساليتهم ماما درت دهنتهم بالبيض والحليب الصفر ديال البيض ودرت ليهم زنجلان ودرت الحبه السوداء صافي داكشي تيبقى على حساب الذوق كيف ما بغيتو ديرو. درت الفران ساخن على 200 درجه غادي نديرهم حتى يذهب اللون ديالهم وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش كنقدمهم. ودابا بعد ما طيبتهم انا باقا كنطيب غير درت في الطبق ديال التقديم. كنتمنى يعجبوكم هانتوما ياك كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى يعجبكم هاد الديكور وهاد الصواصون كيجيو زوينين وتيعجبو الكبار والصغار. كنتمنى يعجبوكم الى عجبوكم خليو ليا لايك ديال الاعجاب واللي ما مشاركش يشارك يبرك على الجرس باش يوصلو كاع كل من هو جديد عندي ان شاء الله. وتنقول لكم بصحتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.